السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم كما كتلاحظوا معايا جبت لكم واحد المشروع اللي هو بسيط جدا ومربح وباقل تكلفة. كيف ما كتلاحظوا معايا انا جبت لكم هنايا هاد لي تيشيرت اللي الثمن ديالهم يعني على قد الجيب. الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 13 درهم حتى ل 20 درهم. هاد لي تيشيرت ديال القطن كاينين في الالوان، كاينين الصغار والكبار وكيجيو مردين في هذا الصيف. المشروع اللي جبت لكم اليوم هو انكم يمكن لكم تستغلوا هاد لي تيشيرت سواء من عند المحلات ديال الملابس، يعني تقدروا تتعاملوا معاهم، سواء تشريوهم بالجمله يعني غيتقاموا عليكم باقل وترسموا عليهم عده رسومات وتبيعوهم. هذا هو المشروع اللي جبت لكم اليوم. كنتمنى النساء اللي يعني غير في الديور ديالهم ما عندهمش شي عمل يتناولوا هذا المشروع. هذا يعني احسن من ان الواحد يبقى غير جالس. وحتى الدراري يعني الشباب اللي دابا في الصيفيه يعني كيساليو الخدمه ديال كيساليو القرايه ديالهم عفوا وما كيلقاوش اشنو يديروا، ما فيها باس يعني يخدموا بحال هاد المشاريع هادو، واخا غير باش يشريو الكتوبه الثمن ديال الكتوبه ويعاونوا راسهم في الدراسه. علاش لا؟ اي حاجه ديال الحلال راها مزيانه نستعملوها ونعاونوا راسنا ونعاونوا حتى والدينا. علاش لا؟ اللهم قليلهم داوم ولا كثيرهم قطوع كما كيقولوا. والاهم من هذا الشيء كامل ان الانسان يعاون راسه ويدير يدير شي حاجه ولو غير قليله باش يعاون راسه. كما كنقول لك قلت لكم على هذا المشروع هذا لي تيشيرت الثمن ديالهم ما ابتداء من 13 درهم حتى ل 20 درهم، يعني حتى ل 30 درهم كاينين ديال 30 درهم، ولكن حتى غير ديال 13 درهم راه مزيانين بالنسبه لي تيشيرتات الصغار بحال هذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا معايا راه كاينين فيهم عده الوان. بالنسبه للمسائل اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو الصباغه. انا هنا استعملت الصباغه ديال الباخريطه اللون الاسود. كيف ما قلت لكم راه يمكن لكم تخدموا بزاف ديال لي تيشيرت وبزاف ديال الاشكال غير بهاد القنينه ديال الصباغه، يعني راه كتدوز زعما وقت طويل. وكنحتاج البانسو، يعني شي حاجه اللي بسيطه تقدروا تخرجوا منها شي حاجه زوينه وتتبقى اللمسه ديالكم الخاصه فيها. هذا هو الاهم. انا هنايا غادي نستعمل هاد الرشمه هادي كيف ما لاحظتوا معايا ديال اديداس، غادي نديرها في الظهر ديال التيشيرت. والغرض من هاد الفيديو هو نقدم لكم واحد الفكره لربما تنفعكم او تنفع وليداتكم. علاش لا؟ كيف ما سبق ليا وقلت لكم انا هذا الفيديو هذا الغرض منه انني نقدم لكم واحد الفكره اللي يمكن تنفع واحد الفئه ديال الناس. علاش لا ويطوروها؟ هذه مجرد فكره ولكن كنتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل. المشروع اللي هو مربح نوعا ما، يعني كما قلت لكم راه قليل مداوم حسن من كثير مقطوع. يمكن لكم هاد لي تيشيرت تبيعوهم حتى ل 50 درهم او لا اكثر. وكيف ما قلت لكم راه ماشي شي حاجه كثيره اللي غادي تستغلوا فيهم، فقط تيشيرت ب 13 درهم او 20 درهم او حتى 30 درهم. وقنينه ديال الصباغه الا كنتو غادي ديروا غير اللون واحد كيف ما لاحظتوا معايا انا هنا استعملت غير اللون الاسود. ومازال غادي نعطيكم عده افكار اخرين وعده يعني رشمات الا عجبتكم الفكره. نحط لكم فيديو خاص فيه هاد الرشامي ديال هاد النوع هذا اللي يمكن لكم تخدموهم. انا حبيت انني ندير هاد الرشمه هادي باش نبين لكم بان يمكن لكم تستغلوا غير لون واحد واش كاين اللي هو زوين. وفي نفس الوقت كاينه فكره اخرى انكم يمكن لكم تكتبوا غير الاسماء. كاينين الناس كيتبغوا الاسم ديالهم يكون على التيشيرت اللي هما لابسينه بحال وليدات صغار. علاش لا نخدموا بحال هاد الطريقه هادي. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنفعكم وتعجبكم، كملوا لي الاخر وما تنساوش تدعموا القناه ديالي بلايك واشتراك بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش. خليو ليا تعاليقكم، خليو ليا يعني اي استفسار عندكم. غادي تلقاو الفيس والانستغرام ديالي في صندوق الوصف. اللي عنده اي استفسار مرحبا.
الى اللقاء، وخليكم مع الفيديو حتى تشوفوا النتيجة النهائية.